بكم متابعين في السيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الفنيه. اليوم لقاءنا مميز، من نقول لكم مميز هذه المره كنهنيها بالضبط، لان اليوم غندويو على موضوع اللي اثلج قلوب المغاربه كاملين هذا الاسبوع هذا، ولا قرار اللي اثلج قلوب المغاربه كاملين هذا الاسبوع، وبصفه خاصه كان عنده واحد الوقع خاص على الفنانين والامازيغ بصفه عامه. واليوم باش ندويو على هذا الموضوع فمعنا اليوم سي عبد السلام امتيك، فنان امازيغي اللي حاضر معنا اليوم باش نتحدثوا على هذا الموضوع هذا، وكيفاش تلقاو هذا الخبر وهذا القرار الملكي اللي اقر باعتماد اليوم 13 يناير من كل سنه كعيد للامازيغ والاحتفال براس السنه الامازيغيه. اهلا بك سي امتيك. السلام عليكم. مرحبا سي امتيك. بالنسبه لكم كيفاش استقبلتوا هذا القرار الملكي؟ كيفاش يعني شنو رده الفعل ديالكم الاولى مني سمعتوا ان تم اقرار 13 يناير يعني الاحتفال براس السنه الامازيغيه؟ شكرا. تحيه لكم، تحيه انفاس بريس اللي كيستضيفنا ديما، كنشكرهم بزاف. ومتمزين به الثقافه المغربيه، الثقافه الامازيغيه، ولا جميع الثقافات ديما. تبارك الله عليكم في القيم، كنشكركم. بالنسبه للاحتفال براس السنه الامازيغيه، كنا كنحتفلوا به، ولكن كن احنا اصلا كنا ديما تنطلبوا بان يوم عطله يكون فيها يوم عطلة وطنية لجميع المغاربة. الحمد لله كنت كنتوقع، انا ما كنتش كان انا باش شي واحد يعلم بهاد راس السنة شي حزب ولا شي كيما بغى يكون باش يعلم بهاد راس السنة المزاغ الا الملك. والحمد يعني لله. انت كنت كتوقع انه غيتم الاقراء؟ انا كنت في واحد المنبر، في واحد اجتماع مع في واحد اللقاء صحفي، يمكن عندكم نيت يمكن هنايا، وكنت التساؤلات هكا على احد من الصحافه على راس السنه الامازيغي. قلت له ودي انا احسن ما بغيت حتى شي حزب ولا شي وزير باش يركب على هذا الموجه هذا، افضل باش سيدنا الله ينصرو القرار ديالو احسن لينا. يعني نتوما انت كنتي كتفضل ان القرار يجي من عند السلطه الاولى في البلاد اللي هي الملك، من افضل انه يجي من عند حزب اخر، وشنو السبب؟ قلتي واحد الكلمه مهمه، قلتي ركب على الموجه. ان السبب دابا الحزب اللي غادي يجي او رئيس الحكومه اللي غادي يجي عندنا دائما غادي يكون من تابع شي حزب. ملي غادي يجي يقول لك راه في العاد ديالي فاش كان راس السنه الامازيغيه باش كانت التطبيق ديالها، وغادي يركب على الموجه ديال المواطن. يعني بحال الا غادي تكون الصوره ديالو مزيان، واخا يكون ما مزيانش غيبين راسو بين راه مزيان. انا في العاد ديالي انا كان شحال من 50 عام ولا 53 عام ديال السياسه حتى جيت انا، هذا يعني غادي تكون شي حاجه ماشي هذوك، وغادي الناس يمكن غيتشمتوا بشي حوايج اخرين. مني تم الاقرار ديال هذا القرار وخرج يعني القرار الملكي وتم الاعلان عليه، لاحظنا ان الفرحه ما كانتش غير في صفوف الامازيغ، وانما كانت عامه، يعني جميع المغاربه فرحوا بهذا القرار هذا. فشنو السبب في نظرك لهذه الفرحه هذه؟ ديما المغاربه كيتسمى المغاربه سواء امازيغين ولا عرب، حنا كنا تحت القياده الملكيه الدوله ديالنا هذه، غادي نفرحوا حنا بشي ثقافه ديال العرب ديما كنحتفلوا بها، وفي السنه الامازيغيه تيحتفلوا معنا. وما راه ماشي غير حنا اللي كنحتفلوا في هذا راس السنه الامازيغيه ديال النار، هي 13 في شهر واحد، لا كيكونوا معنا الشعوب الاخرين العرب، كيكونوا مع الناس ديال العروبيه في الباديات، كيكونوا معنا داخلين معنا في هذه الحفله هذه. واللي غادي يعرفوا المغاربه هو الامازيغيين دابا، والعرب راه بحال تناسبوا عندهم يعني دابا صافي ما بقاش دابا كل الدار. انا مشيت عندنا للدار حنا عندنا شي ثلاثه ديال الدار. كنقول لك كندوي على تم مغربي. حنا راه مغاربه ما عندناش الفرق، واللي بغى يفرقنا راه ما غاديش يقد يفرقنا، حنا ما تفرقناش
سنين هذه يلا غادي تبدا. كنتمناو ان دائما الشمل ديال المغرب يبقى مجموع. ملي كندويو على الفن الامازيغي بصفه فنان امازيغي، فمؤخرا لاحظنا ان مجموعه من الفنانين الشباب بداو كيمزجوا في الاغاني الامازيغيه، يعني ايقاعات عصريه اجنبيه، ايقاعات اجنبيه، كيدخلوا مقاطع اجنبيه ناطقه بلهجات او لغات اخرى باش يديروا يعني يتمشوا مع العصر. فانت مع او لا ضد هاد الموجه الجديده للاغاني؟ إيه باش دوري كي غنرجع واحد النقطه ديال امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله، الله يجزي له الشفاء. وباش نرجع هذيك شويه ديال اللور شويه نرجعك شويه اللور، واخا عطيتيني السؤال. نتمنوا ليه الشفاء عاجل، وحنا راه فرحانين في هذا القرار الملكي. الفنانه كلهم راه ما تصورش الفرحه اللي فرحانين. انا كنعرفوا هنا في ذاك اليوم الشهر كله ديال يناير كنكونوا موجودين في الحفلات، لا من الجمعيات ولا من الاستيفالات ولا من بدا اخوان اللي هما الخواص حتى هما كيحتوا. يعني هذا الخير غادي يتزاد، غتزاد بحال تزاد شي حاجه عاوتاني عند الثقافه الامازيغيه والثقافه المغربيه. وحنا كنعرفوا ان الحفلات ما كيبقاوش محدودين غير في يوم 13 يناير، وانما كيبقاو طيله الشهر تقريبا بالنسبه لكم. شكرا على هذا السؤال مزيان. 11 يناير وجونفي، 11 يناير هو وثيقة الاستقلال، 12 محرم، 13 يناير فلاحي ديال السنة الأمازيغية. يعني هاد ثلاث أيام بعدا متابعين الحمد لله، ربحنا ثلاث أيام نزيد واحد يومين أخرين هاد خمس أيام. نرجع السؤال ديال الموسيقى الفنية إلى آخره. هي غتبقى ديما بحال الفولكلور، غيبقى فولكلور، ولكن إلا بغيتي تزيد شي حاجة ممكن باش تزيدها في اللبس. غير ما تقيش في الاصل. لا هي الرقص غيبقى الرقص، ما عنده ما ممكن تغير في اللبس، هذا الشيء في الفولكلور. اما بالنسبه للموسيقى الاله الموسيقيين الرباب والوتار، كيبقى الرباب والوتار، ولكن حنا راه زدنا شي حاجه، شي حوايج اخرين، زدنا الجيتار، زاد البانجو، زاد الهجوج اصلا راه كان مع ما معناه، وكتزاد البندير، تزاد لا باترين، تزاد البوات اللي تزاد حتى هي. يعني حنا كنزيد واحد غادين، وكنزيدو شي حاجه، شي الماتيريال اخرى في الموسيقى. وحتى هاد اللي سميتو الجديده هذيك كتبين، كتعطي واحد سميتو في الموسيقى مزيانه اكثر من كسامبل. لا ماشي ضد، حنا فنان ما عمر كيكون ضد تقدم او التطور ديال شي حاجه. حنا غير كنبينوا دابا، اما الا رجعنا للمجموعات اللي كانوا بكري بحال المجموعه ديال تاكادا، بحال المجموعه ديال ناس الغيوان، راه الا لقيتي غتلقى البندير، الجيتار، البانجو، الا غتلقى مجموعه من الوجانيه راه كلشي. يعني فيه هذاك المجموعه ديال الغيوان وتاكادا راه فيهم المغرب كامل، ديك الثقافه المغرب تجمعوا في هذيك المجموعه. فغنمشيو من الفن الامازيغي والتطور ديال الفن الامازيغي، غنمشيو للوضعيه ديال الفنان. بصفتك فنان، فانت عارف وعلى اطلاع بالوضع اللي كيعيشو الفنان المغربي. فمؤخرا بزاف ديال الفنانة كيشتكيو وكيقولوا باننا كنعانيو من التهميش، الاقصاء، ومجموعه من الامور اللي مدوا بها. فمني كندوي على الفنان الامازيغي، واش كيتشارك مع الفنان المغربي نفس الوضعيه؟ واش حتى الفنان الامازيغي كيعاني في الفتره هذه؟ معلوم كيعاني. انا فن فن فنان كيبقى فنان. في كان غير كنخدم مع اخوان ستات، يخدم مع الطريق، يخدم مع مجموعه من الفنانين غير هاد الايامات، تلاقيت معاهم في المناسبات. يعني راه فنان كيبقى فنان. فين كتمثل المعاناه اللي كيعانيوها؟ لا المعاناه كيكونوا غير في بعد شي حوايج بالنسبه للفيستيفالات الكبار، ما كيكونش فيهم العدل بالنسبه للقنوات، القنوات قبل الرسميين، قناه الامازيغ كتبقى قناه الامازيغ، ولكن ما فيه باس الى فنان امازيغي يدوز في القناه دوزا، القناه الاولى قناه الامازيغيه. راه مؤخرا تلاقيت مع الصنهاجي فيه والداودي، تشلو في القناه الامازيغيه عادي، ما عندهمش مشكل. فعلا في السهرات كيكون اللون الشعبي طاغي على باقي الالوان،
فانتوما كتطالبوا ان يتم يعني تكون العدل بيناتكم، يعني يهتموا بالفن الامازيغي كما كيهتموا بباقي الالوان الموسيقيه. بالنسبه لفيا كما قلت لك الصهاري رسميا ان وزاره الثقافه خص تكون بدا بهذا ان الوثائق اللي عندنا اللي كاين عند مجموعه واللي كيقول واحد بالعربيه اللي كيقول بالامازيغي واللي كيقول بالفرنساوي والانجلي، كنا كلنا كنلعبوا في المقام الخماسي. الخماسي راه كلشي مجموع فيه العالم كله كيلعب في هذا المقام الخماسي، كيتبقى غير في النطقه في باللغه تاش الحيط، وكاينه تاريفيت، كاين بزاف تاع هي تاريفيت غير تاريفيت سميتو، راه يعني بحال الشعبي بحال الخدمه اللي كيخدم السي عبد العزيز الستاتي هي اللي كيخدموا في حزار يعني قريب قريب. يعني كاين واحد التقارب بين الانواع الموسيقيه اللي كيتسمى، كاين التقارب واحد الشعبي، راه حنا كنديروا الشعبي في الامازيغيه كيبقى فن وموسيقى كيبقى فن كلهم كيدوروا على غير اللي خصهما سميتو. بالنسبه للشركات اللي شادين القنوات هنا فين كاين المشكل؟ شنو رسالتك اليوم؟ هاد الشركه اللي شحنت دابا القناه الامازيغي ما كتقولش لك جيب لي هذا ولا هذا، كتعطيك 30 حلقه، انت عندك شركه انت اللي شاده البروجي كيعطيك كيقول لك جيب لينا 30 حلقه، وهذوك الناس ما كيعرفوا يعني ما كيعرفوش الفنانه بزاف، حتى انا ملي تلاقيت معهم لقيتهم خاصهم يجددوا شي تقنيين اللي هما كيعرفوا الفنانه ونشوفوا الفنان نمشوا، ما في والو ما في تبع باش تسلط الضوء على جميع الفنانه، ما فيها ما فيها باس الا حنا ما عندناش ماشي ضد المبدع ولا المشهور ولا راه الشركه خص تدوز المبدع وتدوز المشهور وتدوز كل شيء، راه الفنان هذاك اللي كان عنده بطاقه الفنان عنده الارشيف ديالو في وزاره الثقافه، عنده القناه ديالو في اليوتيوب، عنده لي دروا دي تور، يعني كيبقى فنان. منين جاو لي هاد الوثائق هادو الا ما كانش فنان؟ يعني هاد الشركات هادو غير هما خاصهم يشوفوا الناس اللي كيعرفوا الفنانه، ما غيبقى ما غنبقاش ديما انا، يعني خاصهم يتواصلوا مع الفنان، يتواصلوا مع الفنان، وما فيه بس الا داز هذا لهذا الخطر نشوفوا واحد اخر اللي غادي يدوز. انا كنشوف بعد حتى في العرب راه كنشوفهم، كنشوفهم حتى في العرب في القناه دوزا من القناه الاولى، راه اللي كيدوزوا كيدوزوا ديما والغالب الامر كنعرفوا فنانه في العرب تبارك الله ديال الراي، وكنعرفهم ديال الشعبي في المستوى كبير في كيخدموا، راه كيخدموا في فرنسا وكيخدموا في الخليج، وما كنشوفهمش حنا، ما كنتمتعوش بالفن ديالهم حنا، راه كان كل نهار كنتلاقى معاهم هاد الاخوان هادو فنانه كبار في المستوى نيت وعندهم كلمه ديالهم. وبعيدا عن الغناء في الاخير بغينا نشيروا لواحد النقطه اللي مهمه واللي دابا خلقه واحد الجدل مؤخرا، ولات الدراما الامازيغيه كتحظى بواحد الاهتمام لدرجه بان ولا مجموعه من الاعمال اللي لقى واحد الاشاده كبيره مع الجمهور المغربي بجميع الفئات ديالو، بغض النظر على واش امازيغي او لا كيفهم اللغه الامازيغيه اللهجه اللغه الامازيغيه او لا ما كيفهمهاش، ولكن الاعمال الدراميه الامازيغيه ولات كتحظى بواحد الاهتمام وواحد الاشاده. فشنو السبب في نظرك كمتتبع وكفنان اللي خلى الاعمال الامازيغيه، نذكرهم من بين بابا علي اللي دابا يعني كاع الناس كيدويو عليه وحق نسبه مشاهده مهمه، في نظرك شنو اللي ساهم في ان هاد الاعمال هادي يعني تسلط على هاد الضوء بهذه الطريقه هادي وتحظى بهذا الاهتمام كامل في الاشاده؟ هي اولا فيلم ديال بابا علي فيها البروفيسيونيل، فيه فنانه فيه فنانه كبار، فيه ممثلين، فيه ممثلين اللي تكونوا من المسرحيه ديما الا كنرجعوا للساس، فنان الا ما تكونش من مجموعه ديال الاحواش ولا مجموعه ديال الجروب اللي كنقولوا اوركسترا ما غاديش يعطي داك الشيء اللي بغينا. ممثل الا ما طلعش من المسرح، الا شاهدتي هاد كل ممثلين كلهم راه كانوا راه كلهم تخرجوا من المدرسات في المسرح. والفيلم ديال بابا علي كما كنقولوا القناه ملي كيدوز في القناه اي حاجه اللي كتفرض في لانتير يعني كتنجح 100%، يعني خص شاعله في التلفازه يعني، وحتى الترويج ليه كان مزيان، الطريقه كيفاش روجوا ليه كان مزيان، راه الفيلم راه الفيلم ترو يعني حتى التمثيل ديالو فين تمثل في الباديه يعني في المكان مزيان، تحيه للناس ديال ايجو كاكو، تحيه للناس ديال المنطقه ديال تارودنت اللي ساعدوهم في هذاك الدوار، خواو لهم جوج دوار تما خلاهم كاع قال لهم تبقاو تما شهر ونين
يعني المنطقه مزيانه هذيك باش تشوف ان المغرب راه فيه المناظر. كان غير الناس البراني اللي كانت كتمتع بالافلام تما. وملي جاو هاد الاخوان هادو يعني اكتشفوا شنو خصهم يديروا، يعني نتمنوا لهم التوفيق بابا علي يعني والاخوان الاعمال. كاملين. انت شرتي لواحد النقطه مهمه، هي ان الاعمال اللي كتصور في مناطق اللي نقدر نسميوها نائيه او لا مهمشه او لا بعيده وصعيب توصل لها، فالدور ديال السينما والاعمال يعني صناع ديال الاعمال الفنيه انهم يسلطوا الضوء على هذه المناطق، وهذا الشيء كيساهم في ترويج حتى السياحه المغربيه. من طبيعه الحال الى غادي نمثلوا في الشارع السياحة، راه هاد الشارع اللي غادي يجي يشوفوه عندنا هنا راه كاين عندهم، كاين الموبلات يعني عندهم، خصنا نوريهم شي حاجة اللي نوريهم ما عندهمش. الطبيعة، نخرجوهم نوريهم الطبيعة الباديات، نوريهم العربيون من الجبال، نوريهم الدولة ديالنا كيفاش دايرة. بان المغرب فيه الخير، خسر شوية ديال النظام غير اللي خاصنا حنا دابا. مازال اما في المغرب بخير وعلى خير. اما المنطقة ديال مراكش كما قلنا وتارودان راه في ميت شباب، باقي الناس كاين بلد حنا كاين اللي ما عمر ما شاف المناظر ديال ديك المنطقة ديال تيزي نتاس الى اخره، على سيدي وعزيز ولاد برحيل الى اخره. وطلعت تلك جونت اسيفة نايت تمن سيد عبد الله وسعيد ولا ايمن تاجن ولا المنطقة كاملين راه كاين ما يتشاف تما. ولكن يمكن وزارة السياحة اللي خصها تحرك حتى هي في هذا باش اننا نقدروا اننا نزيدوا الروج السياحه المغربيه. الحمد لله حنايا من الدول اللي كت يعني كتستقطب بزاف ديال السياح، وكنتمنى ان ربي يديم علينا هذه النعمه، ولكن خاصنا نبذلوا مجهودات اكثر. من طبيعه الحال راه الى ما كنا الناس اللي غادي يخدمونا في هذيك المنطقه راه ما يمكنش انا غادي نجي من الدار البيضاء وندي معايا السياحه من هنا ترى تارودانت، ولكن غنكونوا الناس تما بالنسبه لاقليم عمل التارودانت، يعني مجلس اقليمي هما اللي غادي يكونوا هاد الناس هادو. وملي غيجي عندهم السائح غيديروا فيهم الثقه، يطلعوا عندهم الجبال تما كما كاين في بعض البلايص، مولاي ابراهيم ولا مزميز. انا عقلت انا في 83 كنت صغير، كانوا شي نصارى كيجيو بالعود، كيجيو بالعود حتى للمنطقه ديك السما كاين هاد الطريق. لا شوف في ديك الوقت 83 وكيجيو كيديروا كيتسيح ويديروا السياحه تما. وخلصت دابا راه كاينين ترقان الحمد لله البلاد دابا، الى حتى انا كانت سارة شويه بالنسبه للمنطقه الجنوب. غادي نقول لك بالنسبه للعمل التارودانت اللي فيها 83 جامعه، يعني ما ظنيتش بان فيه شي دوار ولا واحد اللي ما فيهش مازال الماء والضوء، يعني غير واحد ولا يعني هذاك الشيء خدامين يعني العماله خدامه على الناس. حتى الترقان تقريبا الشبكه ديال الترقان تقريبا كلشي يعني قريبه تكمل في هذيك المنطقه، سهلات يعني على الناس سهلات غير اللي ما بغاش يمشي. حنا هذا الشيء كنمشيو ماشي كنقولوا بان حتى اللي خدام راه خدام للدوله ديالو، يعني خدم البلاد ديالو، اللي خرب راه خرب بلاده، يعني الواجب الوطني ديالو اللي حل. يعني حتى ملي شد الظاهر في اليد ديال الامير المؤمنين راه الظاهر هذاك، ملي كتكون انت كرئيس الجامعه راه شديتي الظاهر من عندها عند الملك يعني ديال البلاد. انت الممثل خصك تقاد، والممثل الساكن والممثل ديال الدوله خصك تكون قاد وتخدم. الا ما ديش حيد اخويا الواحد اخر اللي غادي يتحرك. فما نقدروش نختموا اللقاء ديالنا بلا ما نسولوا على الجديد ديالك الفني. الجديد ديال الفني كاين ان شاء الله، كاين موجود ديال العيد الكبير، ما العيد الصغير صدرت الالبوم، يعني تقريبا انا كل شهر كان جوج ديال ثلاثه ديال الالبوم ولا جوج ديالهم في الشهر، يعني يعني كنجهز انا وعندي الدياسك اخرين باقي كاع ما تسجلوا. حتى انا عارفين ما طاحت ليا شي فكره كان كتروج لهم في وسائل التواصل الاجتماعي، او لا انت كتكتفي بان هذيك الطريقه التقليديه يعني الاصدارات ديالك؟ لا في اليوتيوب وفي الفيسبوك، كنحطوا في اليوتيوب واحد السيمانه كنلوحوا في الفيسبوك باش يتمتعوا بين الناس اللي ما عندهمش الشاج ديال اليوتيوب، تصنتوا لي ولا كنلوحوا لهم اوديو تصنتوا لي. ولكن الاعمال ديالي كيتحطوا في الاذاعه الوطنيه وفي دروا ديال التور، يعني داك الشيء كلشي مشجعني. الاعمال ديالي كلها مسجله باش ما يمشي شي واحد يبغي يطلع شي ديسك. حافظ على الحقوق ديالك؟ لا محتفظ على الحقوق جميع الديسك اللي عندي 158 البوم اللي عندي كلها مسجله كلها مقاده، ما عندهمش حتى اللي بغى شي مقطع نعطيوه واحد جوج دقائق ماشي مشكل. كنتمنى لك التوفيق عزيزي عبد السلام، ومزيد من النجاح والتألق،
وكنتمناو ان دائما نبقاو نسمعوا قرارات اللي تلج القلوب ديال المغاربه كاملين. ان شاء الله مازال غيكونوا قرارات اخرين من غير هذا القرار ديال اي حاجه في صالح العام. مازال ان شاء الله غير واحد النقطه اللي نسينا بخا بالنسبه للغه الامازيغيه، هي حروف الامازيغيه ليس تشلحيت. تشلحيت هي مدمجه مع اللغه العربيه دارجه، هي في الحروف ديال في الكتابه ديالها كما كنهضروا بها في السوس. تشلحيت راه ممكن تكتب ماني تريد غير ولكن باش تكتبها باللغه الامازيغيه راه اسهل. هي ملي غادي تقرا باش ما يسمعوش اخواننا والناس والشعب المغربي يسمعوا هذه اللغه الامازيغيه تقرا راه صعيبه ولا شيء، راه اسهل. يعني هي تشجع على هي الحروف يا تدريس الحروف الامازيغيه هما اسهلين في القرايه. يعني نقولوا لهم ما يخافوش، ما عندهم ما عندهم حتى شي. وكنشكركم بزاف على هذه الاستضافه ديالكم، تبارك الله عليكم في المستوى تانتم الصحافه في المستوى من زمان. اللي كنعرف هذه البلاصه هذه قبل ما كنجي ليها كاع. وانت ولد الدار الله يودي. شكرا بزاف. مشاهدينا هكا كنكون وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. وبسلام عليكم.